وهاد الضجه اللي وقعت على الكتاب المدرسي تجاوزناها وطوينا الصفحه. السيد رئيس الحكومه عبر على الموقف ديال الحكومه. حنا خرجنا واحد العدد ديال المذكرات اللي وضحنا فيها الموقف ديال الوزاره. والبارح كانت عندي مناسبه في البرلمان امام اللجنه وعبرت على هذا الامر. اولا ما كانت حتى شي نيه نهائيا لادراج الدارجه في المقرر. هذا ما كانش النوايا ديال الوزاره ولا الحكومه. وهذا الامر هذا ما عرفناش كيفاش تخلق، لان هذا الامر كاين من 2002. هذه اكثر من 16 عام سنويا في هذه الكتب المدرسيه كاين واحد 4 أو 5 ديال هاد المفردات كاينين في الكتب المدرسيه. لماذا هاد السنه تم ترويج هذا الامر؟ لا ادري. واللي غريب هي موازنه مع هذا كان واحد تشويش كبير، واحد فبركه معطيات اخرى، واحد سردنا واحد من بلدان اخرى واحد عدد ديال الامور اللي مغلوطه وحاولنا نسوقوها ونموه الراي العام الوطني. الوغ من 2002 وحنا عندنا كتب مدرسيه فيهم نفس المفردات، وهذا الشيء تم بالمصادقه ديال اللجان العلميه اللي الحمد لله متمكنه في انذاك. اليوم بالنسبه لهذ المفردات بالذات غنحلوها سنويا. هذا الكتاب المدرسي كيتحيد سنويا، وهذه بعدا كراسه ماشي كتاب مدرسي، كراسه، والكراسه السنويه كيتعدل. غادي نحيلوا هذا الامر على هذا اللجان. والحقيقه هي هاد ما وقع بين واحد عدد ديال الامور على المنهجيه ولا الامور الاخرى، حيت قبل من 2002 كان الكتاب الموحد، ومن بعد تم التحرير ديالو ولاو الناشرين كيقترحوا علينا هاد الكتب المدرسيه. البارح في البرلمان واحد عدد ديال المداخلات مشات باش نحتفظوا بهذا الكتاب الموحد الوطني. لماذا؟ سوف نناقش هذا في اطار العمل الحكومي، ولكن تبين نرجعوا لهذاك الكتاب الموحد اللي تكون عنده المسؤوليه المباشره الوزاره. لماذا؟ ولكن انا بالنسبه لي هذا الملف طوى وبلا ما خصناش نبقاو في المزايدات. الحمد لله اليوم عندنا اوراش اهم واكبر ونخوضوا فيها.